السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض زبدة اللوتس بطريقة سهلة وبسيطة نبدأ ونقول بسم الله ونشوف هنجهزها مع بعض ازاي بداية هنحتاج لباكت 250 جرام من البسكويت اللوتس معلقتين من الزبدة معلقتين من السكر البني كوب من اللبن الساخن وتعالوا نجهزها مع بعض، في البداية بنطحن البسكويت في الكبة وبعد ما طحنت البسكويت في الكبة بنزل بيه في الخلاط وعليه كوب اللبن الساخن ومعلقتين السكر بضربهم في الخلاط وده شكل وقوام الخليط بعد ما ضربته، دلوقتي انزل عليه بالزبدة واضربه تاني دي شكل الزبدة اللوتس بعد ما عملناها مع بعض وبقت بالقوام ده والشكل ده في علبة محكمة الغلق احط فيها كريمة اللوتس او زبدة اللوتس اللي عملناها مع بعض وده قوامها وشكلها وبكده ده شكل وقوام زبدة اللوتس اللي عملناها مع بعض آه نقدر نستخدمها للحلويات للكيك للتورته نغلف بيها تورتة كيكة اي حاجة احنا بنحبها طبعا كلنا عارفين ان زبدة اللوتس غالية جدا بالطريقة دي عملنا منها برطمان كبير ونقدر ان احنا نستخدمه في اي حاجة محتاجينها نسيبها تبرد ونشوف شكلها بعد ما تبرد عامل ازاي ودي شكل كريمة اللوتس بعد ما بردت وده قوامها ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته